أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف في درس جديد على أنواع كابلات الشبكة وما هي الفئات المتوفرة منها. طبعا عادة كابلات الشبكة منها عدة فئات، المشهور منها والمعروف والمتوفر. طبعا أنا سوف أشرح في هذا الدرس بشكل عملي ولن أتكلم في الأمور النظرية أبدا. إذن متوفر لدينا في السوق اليوم كابلات من فئتين، فئة الكات 5 وفئة الكات 6. إذن فئة الكات 5 وفئة الكات 6. طبعا سوف أتكلم الآن عن الفروق بين هذين النوعين، وسوف نتكلم في كل نوع ما هي الأنواع أيضا المتوفرة منه والجودات المتوفرة منه. طيب في البداية أنا سوف أتكلم عن كابل كات 5 UTB من نوع UTB. طبعا هنا هذا الكابل كما تشاهدون بدون شيلد أو بدون طبقة حماية عليه، كما نشاهد بداخله. طبعا جميع كابلات الشبكة للملاحظة بها ثمان خطوط كما نشاهد، كل لون مجدول على لونه بهذا الشكل طبعا لسرعة نقل المعلومات. إذن الكابل الذي بين يدي هو من نوع UTB كات 5 تمام، وطبعا هذا الموضوع موجود ومكتوب على الكابل كما نشاهد. إذا قربنا، أعتذر الكاميرا لا توضح الصورة بشكل جيد، كما نشاهد كل كابل مكتوب عليه ما هو. فرضا هذا الكابل مكتوب عليه كات 5 UTB تماما. طيب بين يدي كابل آخر هو أيضا كات 5 ولكن STB. ما هو STB إخواني؟ عندما نقول أنه كات 5 هو من فئة الكات 5 تمام الكابل، ولكن STB ما هو؟ STB هو يوجد به محيط معدني يحمي الكابل. يحمي الكابل من ماذا؟ أول شغل يعني أمر هو يحمي الكابل من التحريض المغناطيسي في محيط الكابل، إن كان يمر بمجال كهربائي أو يمر بجانب كابلات كهرباء أو ما شابه، فهو يحميها من التحريض المغناطيسي أو التحريض الكهربائي الذي يؤدي إلى التشويش على نقل البيانات داخل الأسلاك. طبعا بالإضافة يأتي معه سلك رفيع معدني هو لنقل الخط الأرضي لتأريض الكابل الشبكي تمام، إن كانت تجهيزات الشبكة بشكل عام تأخذ الخط الأرضي. إذن النوع الثاني في كابلات الكات 5 هو الـ STB كما نشاهد، الذي يحوي شيلد، يحوي طبقة حماية. أيضا لدي كابل كات 5 ولكن هو كات 5E. كات 5E، كات 5E يتميز زيادة عن الكات 5 العادي بنوعية النحاس الجيدة جدا المصنوع منها، وبالتالي هو ينقل لمسافات أبعد، هو ينقل لمسافات أبعد، بالإضافة إلى أنه يحوي إلى طبقة الشيلد وخط الأرضي معه. إذن بين يدي الآن كابل من فئة كات 5E، وكما نلاحظ حتى أن أسلاكه تأتي سميكة، أسمك من كابلات الكات 5 العادي. طبعا بفئة الكات 5 هو هذا الأفضل، عندما نتكلم عن كابلات الكات 5 فأنا أتكلم عن الأفضل وهو الكات 5E تمام، الذي يأتي STB مشلد. الآن سوف ننتقل إلى كابلات الفئة الأعلى وهي كابلات الكات 6. فئة الكابلات الكات 6، الكات 6 نفرقها عن كابلات الكات 5 بوجود هذا المنصف أو هذه قطعة البلاستيك التي تمر على طول الكابل، فهي تعزل بين مجموعة الكابلات الأربعة أو المجدولة مع بعضهم، هم ثمانية مجدول كل اثنين مع بعضهما. هذا المنصف هو يجعل البيانات تمر دون تحريض بينهم هم الأربعة، وبالتالي تؤدي إلى سرعة في نقل البيانات. للملاحظة كابلات الكات 5 تنقل بسرعة 100 ميجا بايت بالثانية تمام، بينما كابلات الكات 6 فهي تنقل إلى سرعة 1000 ميجا بايت بالثانية، بالتالي هي جيدة لنقل الشبكة بسرعات كبيرة جدا. أنا لا أقول في الطول
أنا أقول السرعة في نقل البيانات، تماما. إذا هنا ننقل بسرعة 100، هنا ننقل بسرعة 1000، فهي أفضل في هذا الموضوع. إذا كما نشاهد، هذا بين يدي كابل كات 6 بدون شيلد يو تي بي. عفوا، كابل كات 6 بين يدي اس تي بي، كما نلاحظ مشلد، بالإضافة إلى طبقة شعرية للحماية إضافية، بالإضافة إلى سلك الأرضي الذي تكلمنا عليه سابقا، بالإضافة إلى سلك الأرضي الذي تكلمنا عليه سابقا. بالتالي هذا أفضل كابلات الكات 6 الذي يحوي طبقة معدنية للحماية من التحريض، كما يحوي طبقة شعرية. بالتالي أنا أنصح بهذا الكابل الكات 6، فهو ينقل بسرعة 1000 ميجا بايت، بالإضافة إلى أنه يمتد لمسافات أطول نوعا ما. طبعا للملاحظة، أغلب كابلات الشبكة إن كانت كات 5 أو كات 6 فهي تمتد لطول 100 متر في يعني ماكسيموم كما يقولون، ولا أكثر من ذلك. وعادة نحن ننصح لثمانين متر، يعني عمليا على أرض الواقع ننصح لثمانين متر وليس أكثر، ولكن نظريا أو حسب الكتالوجات يقولون أنها تمتد حتى 100 متر كابلات الشبكة، ومن ثم تحتاج إلى وضع سويتش أو ريبيتر أو ما يسمى مقوي آخر لتنقلها مسافات أبعد. بين يدي الآن كابل كات 6 كما نشاهد، قطعة بلاستيكية في المنتصف تعزل بين الأقطاب، بالإضافة إلى شيلد، بالإضافة إلى شبكة شعرية بمحيط هذا الكابل، وهو الأفضل. أيضا بين يدي كات 6E، وهو من النوعية الأفضل والأصلب، وكما نشاهد نوعية النحاس به تأتي قاسية وسميكة، وهو يمتاز أيضا بالمد لمسافات طويلة، كما نشاهد وكات 6 كما تكلمنا سابقا بوجود هذه القطعة البلاستيكية في المنتصف هو كات 6، بالتالي هو ينقل بسرعة 1000. نقول أن الكرت عفوا أن الكابل اس تي بي إذا كان مشلد وحوله طبقة معدنية، بالإضافة إلى خط الأرضي الذي يسير معه. ملاحظة أكررها، خط الأرضي استفيد منه في حالة واحدة، إذا كانت تجهيزاتي السويتش كابل برايز الشبكة الموجودة بالجدران كل ما هنالك أنها داخلة بخط الأرضي فأنا أستفيد منه، أما إذا كانت التجهيزات ليس عليها أرضي فأنا لا أستفيد منه. تماما، إذا هذا بين يدي الآن كابل كات 6E، وهو من النوعية الجيدة جدا والنحاس الصلب جدا والقاسي، وهو يفيد في النقل لمسافات أبعد. أنا كما تكلمت سابقا جميع هذه كابلات الشبكة جيدة، تمام، ولكن أنت سوف تستخدمها بحسب المكان الذي سوف تمدها به. أحتاج إلى كابلات كات 5 عندما أكون أمد كابل شبكة في المكتب بين عدة حواسب قريبة من بعضها. إذا كانت الشبكة عندي تحوي بيانات كبيرة كنقل فيديوهات ومعلومات حجومها كبيرة، فأنا أحتاج إلى تجهيزات تنقل بسرعة 1000. كابل الكات 5 لا يوفر لي هذه الميزة، فأنا عندما أركب سويتش ينقل بسرعة 1000 فأنا أحتاج إلى كابلات الكات 6 لأمد بهذا الشكل. عندما أكون قد مددت هذه الكابلات في مكان به كهرباء أو كابلات كهربائية سوف تمر معه، فأنا بحاجة إلى كابلات اس تي بي لكي تمر معها، لأنها مشلدة بطبقة معدنية وبالتالي هي تحمي من المجال المغناطيسي الذي يمر بجانب هذه الكابلات ولا يؤثر على نقل المعلومات. هذه لمحة سريعة أخواني عن أنواع كابلات الشبكة جميعا، كما تكلمنا كات 5 كات 5E كات 6 كات 6E، وكما قلت الأفضل بينها هو الكات 6. إن توفر الكات 6E فلا مانع، ولكن إن توفر الكات 6 الذي يحوي شيلد فهو الأفضل بينها جميعا. وبالنهاية الموضوع يعود حسب الميزانية ويعود حسب المكان الذي سوف تمر به هذه الكابلات. وشكرا لكم للمتابعة، وإلى حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.